اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. موضوع كتير جدا جدا من المتابعين بيكلموني فيه، وهو ازاي نقدر نلاقي شغل في السعودية. ماشي، وايه الفرق ما بين السعودية والامارات؟ موضوع تأشيرة السياحة في الامارات مثلا، هل بتختلف عن السياحة هنا او الزيارة او كده، وبتختلف عن التأشيرة الحرة او تأشيرة عمل بس انت بتيجي تدور على شغل هنا. طبعا اول شيء الناس اللي بتبعت لي بيبقى مثلا بعت لي سؤال او بعت لي مثلا سي في او بعت لي حاجة وعايز نرد عليه في نفس اللحظة. يا جماعة ما يعني صعب، انا فيكم والله على مسنجر، رسائل واتساب، وانا حاطط رقمي علشان التواصل اللي يبقى مباشر. فاللي عنده موضوع مثلا ما يقعدش بقى يكتب بقى 500 سطر، تمام، ابعت فويس مهندس وليد تك 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 وخلاص، وانا هتلاقيني برد عليك بفويس برضو، تمام، لان انا برضو انا يعني ببقى مشغول. معلش يا سيدي ما ردتش عليك النهارده، هرد عليك بكره يعني، خلاص يعني انت الشغل ما انتش مسافر بكره، ما انتش حاجز الطيران بكره يعني، تمام. والناس اللي انا مثلا يقعد يرص 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 كلام، تمام، مع احترامي طبعا لاي حد، انتوا كلكم انا بحبكم والله كلكم، تمام، وعلى راسي، وبنساعد احنا كلنا اخوات يعني، ماشي، انا معايا مش اينشتاين، انا دينا بنساعد يعني، وبرضه انا بحتاج مساعدات من الناس، الناس بتتواصل معايا، انا احيانا بحتاج مساعده، فمهم كلنا البعض يعني. واحد النهارده قعد يبعت يبعت يبعت، فانا بعت له ايه، روح صلي الجمعه ولما ترجع برد على ايه، ببعت لي فويس بدل الكتابه الكتير قوي دي. وانا ما فيش حد بعت لي بنسبه 90% وما ردتش الا قليلا يعني، يمكن انا اتشغلت نسيت، ما انا برضو مش قاعد على واتساب مستني رسائل، خلاص، فمعليش نستحمل بعض. والناس يعني لما اقول لها اعمل لي كده ما تاخدش الكلام على صدرها قوي كده يعني، لا عادي يعني، ابعت لي فويس واحكي وانا هقعد اسمعك عادي، انا قاعد في العربيه بشغل فويس وبسمع، مش قصه يعني، خلاص. خش في الموضوع، موضوع النهارده موضوع مهم جدا. انت دلوقتي الناس اللي هو انا ببعت بقى لي كتير، انا ما اعرفش، ما فيش رد بيجي لي، المكاتب ما اعرفش ايه والبتاع، بص احفظ بقى معايا كده، اول حاجه عشان نلاقي شغل، تمام، انت بتسعى في كل الطرق، بدايه من مكاتب السفريات، الشركات نفسها، انك تخش جوه الويب سايت الخاص بالشركه، تمام، ويا اما الشركه دي بتسجل داتاك فيها، الداتا بتاعتك، تعمل السيره الذاتيه جوه الموقع. وبرضه في نقطه، لو حضرتك مش هتصبر لحد ما تعمل الابليكيشن كله من اوله لاخره على الموقع ما تكملش. انا بقولك عشان انا عارف انت بتفكر انا لسه هدخل على لينكد ان واعمل الاكونت واحط السي في واحط بقى الهيستوري بتاع الاكسبيرينس بتاعتي واحط الجوب ديسكريبشن بتاعي والقصص دي، لو انت مش هتصبر لما تعمل الحاجات دي ارجوك ما تكملش الفيديو، ماشي. طيب انا دلوقتي اول حاجه بنصح بيها الناس اللي هي مثلا قولوا اللي معاه شهادات، شهاده عليا، او حتى لو انت مش معاك الشهاده، بص اي حاجه لازم يبقى فيه مسمى وظيفي يعني. برضه انا بلوم على الناس اللي هي بتبعت السي في بتاعها، مثلا واحد مهندس مدني مثلا يقوم بعت ايه، سيفل انجينير وخلاص، سيفل شغال ايه، شغال كواليتي، شغال سايت، شغال مكتب فني، شغال الجن الازرق، لازم يبقى فيه مسمى وظيفي. والنصايح بتاعتي قد تبدو ان هي الف ب بحث عن شغل، بس صدقني 90% من الناس ما بتعملش كده. انا اعرف ناس دفعتي، تمام، انا لولا انا قاعد بسوق فيه كده يا عم، عدل السي في عدل السي في، ما هو مش هيعمله، واخد بالك. فلازم يبقى في مسمى وظيفي، لازم يبقى في سي في معمول بطريقه شيك، بلاش سيفيهات قديمه، ماشي. السي في بتاعك لازم كل شويه تقعد تبص عليه، طب انا الاكسبيرينس دي مهمه، طب الوصف ده مظبوط، الدنيا دي تمام، القصص دي كلها، سواء واحد او واحده، خلي بالك الكلام ده للجميع يعني. واحد ماشي شغال ممرض، روح على جوجل بكل بساطه شوف الجوب ديسكريبشن بتاع التمريض، تمام، الدكتور، شوف الديسكريبشن بتاع الدكتور شغال في مجال الفلاني، شوف الناس الاكسبيرينس بتكتب والله انا بفهم في 1 2 3، الحاجات دي كلها مهمه جدا جدا جدا، واخد بالك. طيب عملنا القصه دي واهتمينا بحاجه تانية بقى قبل ما انسى، الكفر ليتر او الخطاب اللي انا ببعته على الشركه اللي انا عايز اشتغل فيها، لازم يبقى فيه كفر ليتر كده، ايه اللي هو بيتكلم عنك، بريف او مختصر كده عنك، ان انت معاك اكسبيرينس كام سنه،
وشغال حاليا في الشركه الفلانيه ومعاه اكسبيرينس مش عارف في ايه وبتاع، وانا بطمح برضو بخصوص بطمح دي. الناس اللي بتكتب بالعربي او بتكتب بلاش الكلام اللي هو بالعربي اللي لو هعمل سي في عربي اللي هو ايه، وانا اطمح الى العمل في شركه ذات ما اعرفش ايه الكلام ده، خلاص الكلام ده راح عليه. الراجل اللي عايز يفتح السي في دي له جوب ديسكريبشن اهو. يعني مثلا تعالى كمثال واقعي وهنطور الفيديو ده علشان تفهم انا عايز اوصل ليه. انا دلوقتي كمهندس مدني كوانتيتي سيرفيور او مهندس حصر او مهندس كيو اس، تمام لو اختصار يعني. انا دلوقتي انا يعني لو انا فكرت اكتب بالعربي، يعني انا السي في بتاعي بالانجلش بالمناسبه ماشي، وفي عربي بس يعني قليل جدا لما حد بيطلبه. يعني ان انا اعمل كمهندس كيو اس ولدي خبره كافيه في التسعير وحصر المشاريع، ولدي خبره كافيه في مش عارف عمل مستخلصات المقاولين ومقاولين الباطن وما اعرفش ايه، ولدي خبره كفايه في اعمال مثلا في الكوميرشال حاجه تجاريه او ريزيدنشال مش عارف ايه. القصه دي بقى بالانجليزي، انا عامل كفر ليتر خاص بيا، لا بيتكلم كده بس. طيب تعالى بقى يا عم وليد من تاني برضو، يمكن انت عشان حضرت انترفيوهات كتيره وعندك الخبره دي، نعمل ايه؟ نروح بقى للذكاء الاصطناعي، ودي بقى الـ الفيديو معمول مخصوص عشان الذكاء الاصطناعي هيساعدك جدا في الموضوع ده، سواء في عمل سي في. خلي بالك يعني ممكن لو انت كتبت في جوجل ريزمي او سي في ويز اي اي مثلا، مواقع كتيره جدا، في حاجات بتبقى فري وفي حاجات بتبقى مدفوعه، وانصح بالمدفوع لان هو يعني هتدفع مبلغ بس هيطلع لك شغل محترم. بتسال الاي اي اي ابلكيشن بقى، اي ابلكيشن من جوجل بلاي من اي شات جي بي تي بتاع، هتقوم كاتب له كده بليز رايت كفر ليتر فور سينيور سايت انجينير سيفل مثلا، فور سينيور الكتريكال انجينير، فور سينيور جن الازرق، رايت سي في فور نيرسري، رايت سي في فور دكتور مش عارف اي حاجه اي مجال. خلاص الكلام ده، وفي طبعا في بالعربي طبعا يعني عندك اي اي بالعربي برضو موجود، ارجو كتابه كفر ليتر لمهندس مدني حديث تخرج، لمهندس مدني لديه خبره 10 سنوات في مثلا اعمال الموقع او كسايت انجينير، هيجيب لك نماذج كتيره جدا. طب جاب لي يا وليد ده شيش لي موضوع طويل، او اكتب له تحت كده ايه سامري او بليز بريف ذس مثلا سبجكت كده، واخد بالك؟ ده كله تشغيل دماغ وسعي. انت لو ما بتسعاش ما بتعملش القصص انا بحكي فيها دي، موضوع يعني ولو ليك رزق برضو، معلش احنا نسينا نقول في الاول خالص، وفي السماء رزقكم وما توعدون. حته الرزق دي بغض النظر عن الكلام اللي انا بقوله والنصائح بتاعتها، لو ليك رزق هيجي لك بكره وانت قاعد في بيتك، اقسم بالله العظيم لو الجن الازرق بص لو اتشقلبت ممكن يتاخر عليك. طيب لماذا قد يتاخر؟ برضو لاسباب اخرى ماشي، ودي برضو النصيحه اللي انا عايز اقولها، ان الانسان احيانا الذنب بيكون في منع الرزق، خلي بالك، وان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. انت كده كده رزقك هتاخده، بس فعلا في عقاب، ما هو زي ما في ثواب في عقاب ماشي. سيدنا نوح كان يقول ايه، يعني هنقول في السورة، قال رب ايه فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. حط الاستغفار ده قدامك كده، والله العظيم من اسباب 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 الرزق. خلاص ومش هطول في الحتة دي. طيب الحاجة التانية مكاتب السفريات، هسيب لكم ان شاء الله لينك، ولو ما لقيتوش دلوقتي يعني سايب الفيديو عندك، انا احيانا بنسى يعني برفع الفيديو وانسى احط للناس في الديسكريبشن، هلاقي لينك كل مكاتب السفريات، شوف القريب منك وابعت له، شوف القريب منك وروح خد سي في وديه، روح سجل عندهم. ده كلها اسباب، ممكن الموضوع يتاخر ممكن يجي بعدين. المهندسين عموما اللي عدوا الخمس سنين حاول تعمل موضوع المصادقه، في ناس بتستنى، بس لو جات لك الفرصه احيانا بتبقى الموضوع ده دلوقتي بقى لازم تعمله وانت في مصر، زائد التسجيل في الهيئه هنا في السعوديه، فخلي بالكم من النقطه دي. بعتنا لمكاتب السفريات، نعمل ايه تاني؟ ابعت في المواقع، خش على جوجل اكتب 10 افضل 10 شركات مقاولات في السعوديه مثلا، افضل 10 شركات مش عارف في المجال بتاعك في السعوديه، افضل جامعات لو انت شغلك في جامعات، وابعت
بس تبعت بالكفر لتر. خش بقى انا انت يا وليد جالك حاجات؟ اه انا جالي حاجات كده الحمد لله، وجالي ردود من الشركات اتواصلت معايا، وفيش حاجات لما بيليك بره ممكن ما يبعتش، ما طبيعي جدا. طيب امتى بقى ناخد الريسك او يعني نلجا الى التاشيره الحره؟ ما نفعش كل الطرق دي وخدنا بالاسباب والبتاع ده، لازم يعني فكر في الموضوع ده بتاني تمام. ولو هتاخد الخطوه خلاص اعمل اللي احنا قلنا عليه ده، سي في كويس بتاع، ما دام معاك خبره والدنيا جميله هتيجي، انا معاك التاشيره، معاك رقم سعودي بتاع، هيبقى في تواصل، لان انت برضه تخففت عنه انه يبعت لك تاشيره ويقعد مستني، ولا انا عم جيت وموجود في البلد لقيت، بتنقل الكفاله وبتكمل شغلك وربنا ييسر لك الحال، واخد بالك؟ طيب الناس ايه الفرق ما بينها وما بين الامارات؟ الامارات السياحه هناك يقدمك اوبشنين، يا اما تروح سياحه تدور لقيت بتحاول اقامه، هنا لا مفيش القصه دي، اتمنى ان شاء الله قدام تتعامل يعني. في الامارات ممكن تروح تطلع من مصر كاقامه هناك في الامارات مده سنتين، هتكلفك حوالي 9000 درهم او 10000 درهم باللفه والقصص اللي احنا بنحكي فيها دي. ماشي، ايهما افضل؟ والله طبعا يعني ايهما افضل، اروح هناك ولا اروح هنا؟ انا شخصيا السعوديه كمجالي مثلا ببص بقول ان الفرص الواحد افضل هنا مثلا. الامارات ممكن لو انا كنت خدت الفرق يعني، طبعا مثلا لو واحد طالع بعقد غير اللي هو مثلا بيفكر في السياحه او بيفكر ان هو هيروح زياره هنا او هيروح سياحه هناك، يعني شوف انت ده قرارك في الاول وفي الاخر، انت عارف الحياه في الامارات عامله ازاي، وعارف الحياه هنا، الثقافه هناك، الثقافه هنا، البلد وضعها هنا عامل ازاي، البلد وضعها هناك عامل ازاي، الحاجات دي كلها دور على النت وهتعرف البلد هناك والبلد هنا والدنيا دي كلها. بس زي ما بقول لك كده لازم تتعامل مع نفسك كشخص بروفيشنال، كشخص انت بتسعى لوظيفه محترمه، بتسعى لمكان كويس، فلازم تدي لكل حاجه حقها. وبرده الناس اللي هي مثلا يقول لك ايه، انا دلوقتي في حد عرض عليا وظيفه مش عارف ب 2000 ريال ولما اروح هيكتبني زي ايصال كده على مش عارف 8000 ريال اقامه عشان المبلغ ده انا استرده له بعدين بالتقسيط. القصص دي طالما انت خارج من بلد والمفروض جاي على عقد، المفروض ما فيش الكلام ده، يعني ما فيش حد يمضيك على يقول لك انا بص هعمل لك عقد وهجيبك تمام كشغل انت جاي تشتغل معاه، وبعد كده يمضيك على ثمن الاقامه، يمضيك مش عارف، في ناس بيتكلموا في حاجه زي كده. طبعا الكلام ده كله غلط وما تستعجلوش قوي. وبرده الناس اللي مرتباتها 1500 و يعني لا تتعجل رزقك باي حال من الاحوال، خلاص؟ معلش لو طولنا. طبعا في الاخر خالص اهوت عندك لينكد ان، عندك وظف، عندك موقع اسمه فرصنا، عندك مكاتب السفريات دي عليها عامل كبير جدا، ولينكد ان ركز فيه. لينكد ان مهم جدا جدا، انت طالما معاك شهاده اقعد على لينكد ان، اقعد اعمل سي في كويس يا عم، اقعد شوف الاتش ار، خش عنده وخش على الاتش ار اللي موجود عنده، اعمل فولو واعمل كونكت وعيش حياتك. وبالمناسبه خشوا عندي، في وظائف كتير على الصفحه عندي الحمد لله، النهارده عدينا يعني داخلين في 21000 فولورز على لينكد ان. ربنا يوفقكم وما تستعجلوش، وافتكروا دايما فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. ربنا يكرمكم، تنسوش لايك سبسكرايب وشير، ولو في حاجه نسيتها معلش اكتبوا لي، ومعذره على الاطاله في الفيديوهات دي، بس والله بحاول اجمع لكم كل حاجه. سلام.